مقتنيات الفنانين على الأرصفة، أفيشات سمير صبري بتتباع في الشارع، ومقتنيات نور الشريف مع بتوع الربابيكيا، والعقود الأصلية لأفلام أحمد زكي بتتباع بأبخس الأثمان. هنا في خمسة بالعربي هنعرف إيه الحكاية. مشكلة بيع مقتنيات رموز الفن المصري على أرصفة الشوارع وأكشاك الربابيكيا بقت قضية بتقلق كل اللي ليهم علاقة بالسينما والفن المصري الأصيل. الناس بتعتبر حاجات زي دي مش مجرد مقتنيات شخصية، لأ دي كنوز تاريخية بتحكي حكايات عمالقة الفن زي نور الشريف وأحمد زكي وغيرهم كتير. نور الشريف الاسم اللي تعلق في أذهان الناس كواحد من أعظم نجوم السينما المصرية، ادعت مقتنياته الشخصية في أسواق الربابيكيا زيها زي أي حاجة مستعملة. المشكلة ظهرت تاني لما محبي نور الشريف احتفلوا بصدور كتاب جديد عن حياته ومسيرته الفنية، وناس كتير اتكلمت عن ضرورة الحفاظ على تراثه الفني بدل ما يتبخر في السوق وسط زحمة السلع القديمة. نور كان ليه تاريخ كبير، أفلامه وأدواره محفورة في ذاكرة الجمهور، ومقتنياته دي تعتبر جزء من ذكراه وجزء من الهوية الفنية المصرية، لكن تراثه ملوش قانون يحميه أو يدافع عنه، وفضل في إيد الورثة اللي ممكن يبيعوه أو يحتفظوا بيه حسب ما يشوف. أحمد زكي واللي كان نجم وممثل قدر يخلي ناس كتير تؤمن بموهبته، حصل له نفس المأساة بعد رحيل ابنه الوحيد هيثم أحمد زكي، الأخ غير الشقيق لهيثم، قرر إنه يبيع كل حاجات أحمد زكي لتاجر ربابيكيا، وكان من ضمنها بعض الحاجات اللي بتعتبر كنوز زي العقود الأصلية لأفلامه وسيناريوهات مكتوبة بخط إيده وصوره الشخصية واللي بتوثق فترات مختلفة من حياته الفنية. الحاجات دي كلها بقت عند التجار، وكل حاجة تخص الفنان العظيم ده بقت متاحة للعرض والبيع من أي حد من غير أي تقدير لقيمتها الفنية ولا الحجم حب الناس اللي عندها ليه. حتى الفنان سمير صبري اللي ليه بصمة مميزة في السينما المصرية حصل ليه نفس المصير. واحد من محبيه اشترى من أسواق الجوالين 300 أفيش من أفلامه وصور نادرة ليه، كمان شاف أفيشات عليها أختام الرقابة ونقابة المهن التمثيلية وحاجات ما تتعوضش. المقتنيات دي كمان اتعرضت للبيع بعد رحيل سمير صبري لما صاحب الشقة اللي كان ساكن فيها طلب من عيلته إنها تاخد الحاجات بتاعته، ولما محدش منهم رد عليه اضطر يبيعها لأحد تجار الربابيكيا. ماضي الدقن ابن الفنان القدير توفيق الدقن قرر ياخد خطوة إيجابية ويعبر عن غضبه كمحب للفن، وطلب تدخل وزارة الثقافة ووضح إن المقتنيات دي كنوز مش بس لأصحابها لكن لكل مصر، لأنها بتحمل جزء كبير من تاريخ البلد. وبالفعل وزارة الثقافة السنة اللي فاتت بدأت تشتغل على تأسيس متحف جديد في الزمالك اسمه رواد ورموز الفن المصري. الفكرة من المتحف ده إنه يكون بيت آمن لكل مقتنيات الفنانين، ممكن يحافظ على تراثهم ويعرضه بشكل يليق بمكانتهم، ويبقى مرجع للأجيال اللي جاية يعرفوا منه تاريخ النجوم العظماء. لكن المتحف لسه بيتجهز ومش جاهز يستقبل المقتنيات دي، وده اللي بيخلي كل محب للفن يتمنى إن المشروع ده يتم بسرعة. المقتنيات دي بتحكي حكايات النجوم من أول ورقة كتب عليها سيناريو لآخر عقد اتوقع عليه، وكل محب النجوم بتحلف بمتحف يخلد ذكراهم ويعكس قصصهم للكل ويكون شاهد على تاريخ السينما المصرية اللي بفضل نجومها بقت جزء من ثقافة العالم العربي.